بسم الله بنتكلم على الديب ليرنينج. الديب ليرنينج او التعليم العميق او التعليم المعمق او الدي ال. الديب ليرنينج علم من العلوم اللي بدأ يعني ياخد قوة كبيرة جدا في السوق، وكل الشركات الكبرى مهتمة بيه، من شركة مايكروسوفت لشركة جوجل مهتمية بيه جدا، وابحاثها وامازون وشغال عليها وبيعملوا حاجات كتيرة، فيسبوك وكلام زي كده. فكرة الديب ليرنينج بصراحة مهمة، لان هي بتحتك كده لو حبينا نلخص الموضوع في ثلاث علوم تانيين متعلقين بيها. اولا الماشين ليرنينج، خلاص، لانه يعتبر اصلا الديب ليرنينج امتداد للماشين ليرنينج، امتداد الطبيعي بتاع الماشين ليرنينج، يعني هو يعتبر اصلا ابروتش من الابروتشز بتاعه الماشين ليرنينج في الاساس، وليها علاقه بس متميزه في العمل بتاعها باسلوب الارتفيشال نيورال نتورك. احنا كنا اتكلمنا قبل كده على الارتفيشال نيورال نتورك، واتكلمنا قبل كده على الماشين ليرنينج، مش هنعيد الكلام، لكن هنعرف بس علاقته ايه وازاي ديب ليرنينج بيشتغل باسلوب مختلف في عن الماشين ليرنينج وعن الايه وعن الارتفيشال نيورال نتورك، رغم ان هو بيستخدمهم هما الاثنين. الارتفيشال نيورال نتورك طبعا اللي هو بيحاول يحاكي فكره مخ الانسان، لكن ده كله بيتم في اطار ان في بيج داتا او داتا هيوج، داتا كبيره. لو يعني نقدر نقول كده هو علم من العلوم اللي بيعمل تعلم للاله من خلال كميات ضخمه من البيانات باسلوب محاكي لمخ الانسان، اللي هما الثلاث علوم اللي احنا اتكلمنا عليهم، اللي هو الماشين ليرنينج، البيج داتا، وكمان الارتفيشال نيورال نتورك او الاي ان ان. حلو قوي. ايه الفرق ما بين الماشين ليرنينج والديب ليرنينج؟ طيب طالما ان هو واخد نفس الاسلوب، بص هو مش هو واخد نفس الاسلوب بتاع الماشين ليرنينج ده، صحيح هو مكمل على نفس الابروتش، بس الموضوع بالنسبه له مختلف، لان هو لو افتكرنا كده على السريع بس ببساطه، الماشين ليرنينج قلنا ان في انبوتس، في فيتشر اكستراكشن، وفي كلاسيفايرز بيحصل للداتا وبعد كده بنطلع الاوتبوت ببساطه يعني. فهنلاقي ان هنا بقى الوضع بتاع الديب ليرنينج بيختلف شويه، لان الفيتشر بيحصل لها اكستراكشن وكلاسيفيكيشن في حته واحده من ضمن الالجوريزم بتاع الديب ليرنينج، وبيعمل دوت بشكل اوتوماتيك، ما بندخلوش احنا داتا يتعلم منها زي ما احنا متخيلين، لا ده هو اللي بياخد الداتا وبيعمل فيتشر اكستراكشن لوحده ويصنف. طبعا بيطلع فيتشرز حجمها هيوج جدا لانه بيشتغل على حجم داتا كبير، لكن الحجم الداتا الكبير اللي بيطلع دوت في الفيتشرز الكتيره دي، هو من كتر الداتا اللي بتجيله بيعمل ليرن وبيعرف قوه الايه الفيتشرز المؤثره والفيتشرز اللي خد باله منها وطلعت مش مهمه بالنسبه لنا وكلام زي كده، بيبدا يستبعدها وبيقدر يتعرف على احجام على الفيتشرز المهمه ومش الاوبتيمال يعني فيتشرز وكلام زي كده. في نفس الوقت الماشين ليرنينج بيشتغل على داتا سمول، هو بيشتغل على داتا اكبر. هنا بنعمل ترين للداتا سيت موديل يعني بتاع الماشين ليرنينج بسهوله، لكن في الديب ليرنينج لا، الموضوع فيه يعني عمليه برمجيه كبيره شويه وفيها شغل وهكذا. طبعا فكره الداتا طبعا هنا هي الاساس اللي عملت الفكره بتاعت الديب. اما الالجوريزم الداخلي ذات نفسه مبني زي الارتفيشال نيورال نتورك. لو قلنا بس بسرعه، كان في انبوت لاير وكان في اوتبوت لاير وكان في هيدن لاير في النص، وكان كل لاير عليها نيرونز، خلاص كل نيرو مسؤول عن عمليه زي فانكشنز كده بتقوم بوظيفه، وكل واحده بتبعت للايه متربطه بكل نيرونز اللي على اللير اللي بعديها، وكل فاكرين القصه دي. وكان في عندي بقى نقط ايه بقى في الديب ليرنينج، لا الوضع بقى مختلف. الهيدن لاير دي بقى هيدن لايرز كتير، خلاص مش 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 لاير واحده. ليه؟ عشان يبقى في كل نيرونز بتتكلم على فيتشرز اكبر، حجمها اكتر، فتبقى الدقه اعلى، لان طبعا في حجم داتا كبير فيحصل ليرنينج اكتر، لان كل شويه عمال يليرن حاجات اكتر واكتر تفاصيل اكتر من الفكره بتاعت لاير واحده او في الهيدن، وغير طبعا اللاير الانبوت والاوتبوت، وعمال يتعلم وفيتشرز اكتر واحتمالات اكتر وتفرعات اكتر. وبما ذلك طبعا نجح فيه فكره الفيس ريكوجنيشن طبعا والفويس ريكوجنيشن، ونجح في حاجات تخص حاجات اللي هي الشاتنج والان ال بي او ناتشرال لانجويج بروسيسنج اللي هنتكلم عليهم ان شاء الله وهنوضحهم، والكمبيوتر فيجن والكلام ده كله بدا ينجح قوي او بدا يظهر قوي او بيجيب نتائج حلوه مع الديب ليرنينج. خلاص ده الفرق ما بيننا وما بين الماشين ليرنينج، وطبعا الفرق ما بينه وما بين الاي ان ان. اما البيج داتا، طبعا البيج داتا يعني لازم يكون في ماسيف داتا عشان يقدر يتعلم بشكل قوي، لان هو بيستمد قوته من الداتا الكبيره. البيج داتا برده كان لها فيديوهات ممكن تبقى ترجعوا لها، لكن على العموم هنقدر نقول ان اي ريليشنال داتابيز عاديه جدا كده بتعمل سيرشنج على اي داتا وبتاخد وقت طويل، يبقى انت كده تفهم ان انت دخلت في مرحله اعلى، المفترض تنقل على مرحله البيج داتا عشان بس يبقى في مؤشر بسيط تقدر تقيس بيه، لان ما بتتقاس بحجم الداتا ولا بتتقاس بحجم الروز، ولا هي اول ما بتبقى الريليشنال داتابيز العاديه
فيها بطء وفيها تعامل مع البروسيسنج صعب، بنبدأ نقول احنا كده المفروض ننقل نفسنا على بيج داتا ببساطة جدا، وده يبقى معيار بسيط لينا. ده كله كان موضوع الايه الديب ليرنينج، ووضحنا علاقته مع البيج داتا وعلاقته مع الماشين ليرنينج وعلاقته مع الاي ان ان والاطار بتاعه العام. وطبعا ان شاء الله هنتكلم بعد كده على الـ NLP.